السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد ربح المال عن طريق طريقة جديدة خالص هتعجبكم جدا. أول حاجة موقع زي موقع إنك أنت بتجيب مشاهدات وبتجيب لايكات وبتجيب الحاجات دي وبتجيب مشتركين. طيب إزاي هتعمل الكلام ده وإزاي هتستغله في البيع؟ أول حاجة أشرح لكم الموقع اسمه Arabian smmpanel.com. اول حاجه هتقول له تسجيل حساب جديد، هقول لك اسم المستخدم، بريد الكتروني، كلمه مرور، تاكيد كلمه المرور، وتعمل علامه الصح دي، قرات وافوفك على شروط الاستخدام، وانا لست برنامج روبوت، وتقول له تسجيل. انا عندي حساب بالفعل، هقول له تسجيل دخول، تكتب اليوزر نيم هنا والباسورد وتقول له تسجيل دخول. هيفتح لك بالصفحه دي. الميزه هنا ان الدعم الفني شغال لمده 24 ساعه في خلال 7 ايام، يعني 24 ساعة الدعم الفني شغال. بتشتغل بيه عن طريق هنا، بتضغط على كلمة الدعم الفني هنا وتبدأ تعمل شات عن طريق التليجرام او الايميل، تبعت لهم المشكلة اللي عندك، وممكن تضغط هنا التذاكر والدعم الفني وتكتب العنوان الخاص بالرسالة وتكتب الرسالة وتقول له ارسال التذكرة، يعني ارسال المشكلة او الاستفسار، هو هيرد عليك خلال فترة قصيرة جدا. طيب دلوقتي انا عايز استفيد من الموقع، اعمل ايه؟ اول حاجة الموقع ده انت هتشتغل عليه، هتقول له طلب جديد عن طريق طلب جديد. الموقع بالعملات دي كلها، باليورو، بالروبل الروسي، بالدولار لو انت عايز. طيب قبل اي حاجة لازم يكون معاك فلوس في الموقع او بالاي جي بي، ايجيبشن باوند. طيب عشان تشحن الرصيد بتقول له شحن الرصيد، كل حاجة باللغة العربية، وتشوف بطاقة ائتمانية، عندك محافظ إلكترونية بمصر اللي هي يدوي دي، الحد الأدنى $1 اللي أنت عايز تحطه. طيب دلوقتي بيقول لك 2% بونص، يعني كل ما تحط أي مبلغ هيزيد عليه هدية 2%. خلاص طيب، يعني كل $100 هتاخد $2 هدية، يبقى 102 رصيدك، وهكذا. طيب دلوقتي البي بال عندك تقدر تحط اقل حد $10، بيرفكت ماني دولار وبيرفكت ماني يورو، جميع العملات الرقمية، باير الحد الادنى $1 لو عايز تحط في الحساب. طيب محافظة الكترونية مصر لو ضغطت عليها عندك اورانج كاش، ايزي باي، فودافون كاش، اتصالات كاش، كل انواع موجودة وتقدر تشتغل عليها بكل سهولة. طيب احنا دلوقتي عايزين نستفيد من الموقع، هنعمل ايه؟ مش عايزين نتكلم كتير، هنخش على طلب جديد وهتقول له هنا، من هنا لو انت عايز حاجه معينه بتبحث عنها. طب لو انت مش عايز هتضغط هنا، عندك بقى متابعين انستجرام مضمون وسرعه عاليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيعملها لك بسرعه عاليه جدا ومضمونه ان المتابعين دول يفضلوا موجودين. وهنا متابعين انستجرام مضمون وسرعه متوسطه، يعني هتاخد وقت شويه بس مضمون انهم ما يمشوش. متابعين انستجرام غير مضمون وسرعه عاليه، يعني غير مضمون ان هم يفضلوا موجودين، يعني ممكن يمشوا. متابعين انستجرام غير مضمون وسرعه متوسطه، وهكذا. طيب دلوقتي مثلا عايز اشتراكات، لايكات انستجرام، مشاهدات انستجرام، في حاجات تانية، في مشاهدات تيك توك، حفظ منشورات انستجرام، اشتراك مشاهدات تيك توك، متابعين تويتر، لايكات تويتر، وهكذا، مشتركين يوتيوب، مشاهدات يوتيوب. مثلا مشاهدات يوتيوب هضغط عليها وبعدين اضغط هنا ضغطه، بيقول لك مثلا هنا مشاهدات يوتيوب وقت البيت 24 ساعة، يعني هيبدأ لك خلال 24 ساعة 200,000 باليوم، الحد الأقصى 1 مليون، $2.8 أو 2.81% لكل 1000، وهيقدر يحقق لك 200,000 في اليوم لو ضغطت عليها. بيقول لك دلوقتي وقت البدء من 24 ل 48 ساعة، خلال يومين هيبدأ لك، الجودة جيدة، مثال للرابط، تعمل رابط زي ده، السرعة في اليوم 200,000 في اليوم يقدر يعملها لك، الحد الأدنى 5,000 والحد الأقصى 1 مليون، يعني 5,000 مشاهدة هتضرب الخمسة في الاتنين، يعني تقريبا قول 5 في 3، $15 هيديك 5,000 ساعة. الضمان، المشكلة بقى انه بيقولك بدون ضمان، فده طبعا مش هينفع نعمله، هنشوف حاجة تانية. مشتركين يوتيوب، مشتركين يوتيوب مفيش الا حاجة واحدة، الضمان 30 يوم، $12.54 لكل 1000 مشترك، $12 لكل 1000 مشترك. طيب دلوقتي احنا هنستفيد ايه بقى من الكلام ده؟ مشاهدات تليجرام، مشتركين جروبات تليجرام، خلينا مثلا مشتركين جروبات تليجرام مضمون،
هتضغط عليها في عندك كذا حاجة، بيقول لك مشتركين جروبات تليجرام 20,000 في اليوم، الحد الأقصى 100,000، ضمان 30 يوم، دولار و22 سنت لكل 1000. هنا مثلا اكتب 24 ساعة 50,000 في اليوم، بدي الأولانية كانت 20,000 في اليوم، 50,000 في اليوم، فطبعا كده الإيه هيزيد المبلغ بقى كده دولار و20 سنت لكل 1000، والحد الأقصى 100,000 برضو، وهكذا. طيب دلوقتي أنا هستفيد إيه؟ هنا مثلا ضمان 14 يوم بس، ويديك 97% من الدولار لكل 1000. مثلا أنا هروح لمحل ملابس، هروح لمحل ملابس عندي في المنطقة أو وسط البلد، وابدا اقول له انت عندك صفحه انستجرام عندها كم مشترك؟ فيقول لي مثلا عندها 100 مشترك. طب دلوقتي انا ممكن اخليهم لك 10,000 او 20,000، ال 1000 مثلا هحسبهم لك بكذا. طب كذا دي هنحسبها ازاي؟ مثلا لو عايزين متابعين انستجرام مضمون هنضغط هنا، بيقول لك هنا هناخد مثلا اللي هي 88 سنت في دولار و27 سنت، ضمان 60 يوم، لحد الاقصى 200,000. دي مثلا هنعملها، بيقول لك مثلا هو وقت البدء من 30 ل 45 دقيقه، السرعه في اليوم 30,000 في اليوم، الحد الادنى 10,000، والحد الاقصى 200,000. دي هياخد عليها كام؟ تاني واحده دولار و27 سنت لل 1000، يعني مثلا 10,000 اضرب 10 في 1.27% يديك 12 دولار. 12 دولار مثلا هتزود عليهم قول مثلا 10%، هيبقى بمبلغ كذا. يبقى هتقول له انا عايز اعمل لك مثلا 10,000، ال 10,000 هعملهم لك بمبلغ مثلا 15 دولار على سبيل المثال. 15 دولار ده يعني تقريبا بالمصري 450 جنيه، فطبعا قول يا عم 500 جنيه، قول له انا هعملها لك ب 500 جنيه، ف 500 جنيه انت كده هتبقى كسبان مش اقل من 150 جنيه في حاجة انت هتعملها في دقيقة واحدة بضغطة زر. هتكتب الرابط اللي هو هيديهولك، هيبعتهولك مثلا على الواتس أو هيكتبهولك أو أيا كان، وتكتب العرض المطلوب مثلا 10,000 مثلا، الحد الأدنى 10 والحد الأقصى 500,000، متوسط وقت التنفيذ هو بيكتبها لك أوتوماتيك، السعر النهائي 12.7 زي ما احنا قلنا، 12 دولار و7 من 10 زي ما احنا حسبناها، وتقول له تأكيد الطلب. بس طبعا لازم قبل كده لازم تكون شاحن اصلا باكتر من 12.7 دولار عشان احتياطا، يعني لو هو خصم اي حاجة. دي حاجة بسيطة كده منك انت ممكن تستفيد بيها. تروح لمحل مثلا ملابس، محل موبايلات عنده اي متابعين انستجرام قليلين، تقدر تتواصل معاهم، وتقدر وكمان مش مشكلة انك انت تخش على المحل نفسه وتتفق معاه، لا انت ممكن تتواصل معاهم اونلاين او على صفحتهم على الانستجرام او كده، تكلمهم وتبدا تتابع معاهم وتقول لهم. بس الافضل طبعا لما انت يعني تلف عليهم بنفسك، بس طبعا عشان توصل لجمهور اكتر، عشان توصل لجمهور اكتر انت ممكن بنفسك انك انت تشوف الحاجات اللي موجوده في القاهره مثلا او وسط البلد او في اي مكان انت فيه او في المحافظه بتاعتك، وتبدا تبحث عن المحلات دي والمتاجر دي، وتبدأ تتواصل معاهم اونلاين سواء واتساب او برقم التليفون تتصل بيهم او ايا كان، وتبدأ تعمل قاعدة جماهيرية، وتبدأ تزود لهم المتابعين، تزود لهم مشاهدات على او التفاعلات او التعليقات او ايا كان على منشور معين هم ناشرينه. حاجات كتير جدا تقدر تعملها وتقدر تفكر فيها. زي ما قلت لكم الموضوع بسيط جدا، وموقع مضمون 100%، وما تقلقوش من اي حاجه. بس المشكله انك انت هتدفع بس شويه فلوس في الاول، بس ان شاء الله هتعوضها. بس انا ما اقولكش ما تشحنش دلوقتي، انت ما تشحنش الا لما تعمل اتفاق، يعني تتفق مع ناس وفعلا عايزين طلبات معينه، وعايزين مثلا 5,000 مشاهده او 5,000 متابع او 10,000 متابع او 50,000 متابع، وتبدا تتفق معاهم وتوصلوا رقم معين يرضي الطرفين، وبعد كده تبدا تشحن عشان ما تضيعش مجهودك، ما تضيعش فلوسك على الفاضي انك انت شحنت الموقع وما فيش طلبات جات لك ولا اتفقت اصلا مع حد. لا طبعا، انت تتفق الاول مع الناس وتقول لهم خلاص ماشي، انا ان شاء الله خلال 24 ل 48 ساعة، خلال يومين بالكتير هبدأ اشتغل لكم على المتابعين الانستجرام او مشاهدات الانستجرام او ايا كان، وبعد كده تتواصل معاهم وتقول لهم
تم مثلا عمل ال 10,000 متابعه اللي انتوا عاملينهم، وتتفق مثلا يبعتوا لك على فودافون كاش او اتصالات كاش او اورنج كاش او ايا كان الوسيله، وتاخد مثلا فلوس من تحت الحساب. يعني مثلا لو هم مثلا انت متفق على 500 جنيه، تاخد مثلا 200 او 300 جنيه كبدايه، وتقول لهم بعد ما اخلص هتشوفوا الفرق وتدوني بقيه حسابي. كل ده تقدر تشتغل عليه وتقدر تستعمله، وانت لو هم جربوك مره ولقوك فعلا انك انت شغلك مضمون وشغلك سريع وفعلا المتابعين زادوا او المشاهدات زادت، فطبعا هيتفقوا معاك في اتفاقات تانية وانت هتتشهر، وممكن يقولوا للمحلات زمايلهم في الاماكن اللي حواليهم كلها انك انت فعلا صادق وكده. وحتى انت ممكن تروح لمحل تاني تقول لهم انا عملت المحل الفلاني، عملت له متابعين وعملت له مشاهدات، ويبقى كده انت عملت قاعدة جماهيرية وعملت كلاينت او عميل مضمون يقدر يجيب لك عملاء تانية. دي كل حاجة في الموقع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ورب الفكرة تكون عجبتكم. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.